الدولتين التي يستضيفهم الرئيس الأمريكي جون بايدن تحديا من الرئيس المكسيكي أندرياس أوبرادور، حيث هدد أوبرادور بعدم الحضور ما لم تتم دعوة كافة دول المنطقة دون استثناء بما في ذلك تلك التي لا تريد الولايات المتحدة التعامل معها، مثل مين؟ كوبا، فنزويلا، ونيكاراغوا. من المؤكد أن الولايات المتحدة لا تزال تتمتع بقدر كبير من القوة الناعمة، ولكن بالنسبة لنفوذها السياسي والدبلوماسي فيما أراه أنه يتضاءل يوما بعد يوم، وتلك سنة الحياة.